السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بهذا الفيديو إن شاء الله راح نكمل الخطة اللي كنا عم نعملها في الفيديو السابق، اللي كنا راح على أساس تفرجنا على المودات. طبعا بعد ما تفرجنا على المودات وخلصنا هذا الظاهر لازم أغيره، الدراكتور ما ظابط أبدا، أو هون البيئة فيها مشكلة ما بعرف شيء، كل ما أروح أرجع ألاقي على القار. المهم فخلال بعد ما خلصت الفيديو الماضي فبركت زبطت لكم اياه، فاشتريت ماكينات كتير. طبعا في شغلة انا طارعتها او ركبت مود، شفت واحد اليوم بيستخدمه كتير رائع، بس ما بعرف شو انا حطه. فان شاء الله اذا عرفت مو المود، عفوا، شو انا طالع الاعدادات بشان اتحكم بالمود، عرفت شلون؟ فما بعرف شو انا طالع الاعدادات، مصيبة، بس معناه من بيئة رائعة. المهم فخلال بعد ما سكرت الفيديو نزلت مودات كتير كنت عم بجرب فيها واشتغل فيها، فاشتريت سيارات كتير. هلا راح اروح على الكراج وافرجيكم اياها كلياتها. طبعا راح نجيبها كلياتها ونحطها هون في هذا الكراج حقي. هذا طالع الدراكتور هون على الرمبة على سيستم التسليط، مع انه يمكن وصلت 4-5 دراكتورات مراكز عمل. تمام، هلا هون هاي الحصادة. طبعا انا كنت بالعادة استخدم السوداء، لا مستخدمون البيضة الصفراء. هون سيارة المي اللي حد الان في شغلة لحد الان ما عرفت اضبطها لها. هاي سيارة الشحن عليكها، شوفوا. هلا هون بالكراج حاليا ما ضل شي، اشتريت كل شي معدات حاليا انا محتاج لها. خلينا نعرفكم فيها على السريع. هلا اول شي هاي ماكينة بشان رش السماد، تمام، يعني مرش. تمام، في عنا هون تراكتور مع محراث مع كل عدته كامل على اساس اقدر احضر ايش اسمه. في عنا هون كمان هاي مشان الشوندر، وفي هاي الصينية. طبعا انا هون لا هديك هاي الصينية غير هديك الصينية، اي صح. هلا بورجيكم ايش هاي الصينية، بس خليني اخذ اول شي هاي التريلا اروح. هاي انا تذكرت هاي انا حساس هون بدي احطها مشان تعلق مع هديك، بس ما علقت مع هديك. طيب خلينا نروح. اوه خليني اروح احطها بشي ارض من اراضيي انا، ارض كنا نروح نزرع فيها. هي الارض رقم 7، خلينا نروح على الارض رقم 7. طبعا مثل ما انتم شايفين على الطريق يمكن بينت عليكم النقاط الحمر، ما اذا بينت ما بينت، هلا بنشوفهم. هلا شوفوا شلون هون، شفت لكم كمان في واحد نزل مود بتصير بتتحكم بهدول اللوحة قدامك مثل العادي نظامي. شوفوا في هاي تذكرون حطيتها بزمان يمكن. تمام، هاي تذكرتوها اكيد، مو هاي المحراس، بس طبعا انا اغلبيتهم بحب المحراس يكون مع البذارة مشان ما اوجع راسي. وهون ماكينة يلي بتحصد البطاطا، ها هي. تمام، حطيتها هون، تركتها وبس خلصت، يعني جبتها حطيتها، وبعد ما جبتها حطيتها قلت خلص نتركلكم اياها. كنت اساسا بدي اودي الماكينات كلياتها وبعدين اورجيكم نبلش نحصد ونزرع هاي الشغلات، قلت لا هاي نتركلكم اياها نفرجيكم ان شاء الله نشتغل. تمام، والله في عم بيقول لي الاتش عنده بروجكشن، الاتش اكيد هذا تبع البطاطا، والله تبع البطاطا هلكني هلك. تعرفوا ليش الغلط؟ لانه انا عم بمشي بخط افقي. هلا انتبهت، شوف، اوه شيت ما انتبهت على التاكسي. بالارض رقم 8 مشيت بشكل افقي فعذبني كتير، والارض رقم 4 هلا بمشي بشكل عمودي كمان عذبني. لازم رقم 4 امشي بشكل افقي ورقم 8 ماشي بشكل عمودي. هلا رقم 7 رح امشي بشكل عمودي هيك، يعني شلون صعود نزول صعود نزول. هلا بشوف شلون، ليش؟ لان تكون مسافتها اقصر والارض ضخمه لاني، فكتير فيها مفارق، فهيك تنزرع كلها بشكل سليم ان شاء الله وما يصير معنا شيء. تمام، هلا هون في عنا عند الكازيه، ايه تذكرت الصينية اللي فرجيتكم اياها، انكم حطونا رايكم بالتعليقات عنها، شوف شكلكم ما انتبهتوا او سحبتوا عليها او ما انتبهتوا عليها او ما بعرف ايش قصتها. فها هي الصينية، طبعا انا ظبطت اللون تبعها كمان برضو. طبعا هاي الصينية كنت بحمل فيها بس ما بعرف شو ناخذ منها. حلو، هلا لازم نطلع اليمين. هلا هون شلون هي ظابطة هيك ما بعرف، ارض وقلب ارض. وات ايش اصير؟ شكلنا عصينا يا معلم، هاي مو عالية كثير.
هو لازم انا الورانيه انزلها لورا لتحت شوي. هاي وصلنا للارض رقم، بس لا لا خليني ارفعها شوي لفوق، لانه لما نزلتها صارت تعكز تعك. طيب على كل حال هلا خلينا نفتح. والله ما طبعا شيء، نشوف بدي حرس شيء، بدي هليم بس. اول اول اولي سيد ايش يعني بيفور؟ انزرعت قبل انه اولي. ما فهمني انا بدي احزع عليه شوندر سكري معلم. ما بده نحط هاي. هلا هلا اذا بدنا ننزل فتح اجباري، بده يفتح شكله صاحبنا. يلا عادي معلم روح تيسر. طبعا بس خليني اوقف الفيلز، لان اخر مره شغلته صار ياخذ يشتري الفيلز ويشتري يشتري السماد. هلا حتركه يضل عم يشتري سماد ريثما اسوي عندي معمل سماد، معمل بذور. بس صار عندي معمل بذور اوقفهم اصير اشتري انا لحالي. تمام. طيب هلا بنروح لها. مو هاي السياره اول شيء بدي اروح نودي هاي. طبعا هاي بدي اوديها نفس المكان. ليش نفس المكان؟ هنيك شغل الشوندر رح يكون. طبعا داخلية السيارة كويسة جميلة جدا. في وحدة تانية شفتها صار يلعبوا لي بالدولاب، يطلعوه بينزلوه، صار يعملوا اشياء غريبة. بس هو المود فول مي ليش مو شغال ما بعرف، يعني صار حطيتها كذا مرة انه ماشيين ورا بعض ما عم تزبط. حلوة هي. يا زلمة هون في تركيا بزمانه قلتلكن على طريق مثل هذا، هيك الطريق صاير هيك مفرق ذهاب وإياب، بس سريع يعني مو بهالسرعة. السيارات يمشوا عليه 80 90 هيك شي تقريبا. المهم وماشي عليه حصادة مثل هي، مو ما هي يعني هي تبعي اسمه مثل الحصاد الموجودة بالأرض تماما كبيرة، وماشي وراها ثلاث تراكتورات، وصاير هذا الطريق بيمر منه سيارات شحن كثير، وبيجي شوفير شحن دب وراه وبيعصى وما بيعرف يطلع يعني ما بيعرف يدوبله، وضل ماشي وراه. ولما يمشي وراه يعني مصيبة انه بده يجي حدا يدوبله، لما بده تدي حدا يدوبله بده يدوبل الشحن والتراكتورات والحصادة تقدر يدوبلهم يدوبلهم كلياتهم، وصاير كله عواج. يعني مجرد ما انه بده يدوبله طي سيارة اجت فيوتشر ارجع، كل ما بده يدوبل يرجع سيارة. المهم يا حرام مشينا وراه ساعة كاملة استوينا لبين ما صار هو طلع هيك طريق مكان عريض ونفذنا منه. يوميتها ما ضل حدا بالطريق الا ما صار يسب عليه المسكين. شي 70 كيلومتر العالم كلها ماشي عليه على سرعة 20 بسبب الحصادة. يعني مثل هلاي ماشي 40 والله كويس، يعني من سرعة من سرعة التراكتور. قربنا نوصل. طبعا هلا الصينية ديك توني شفتوها فيها شيء رهيب جدا جدا، هلا بورجيكم اياه. يعني هذا بيرفكت، يعني بجد بيرفكت بيرفكت. بيلزم وين؟ انه اليوم انا بس ما نفس الشيء صاير ما تزبط، بس تزبط بشيء ثاني. عشان تدخل يعني بنضل مكملين وبعدين نكمل هني. غلطنا من ايش عم نكمل نص هاي؟ لا 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 لا. حلو الدولاب الوراني بيفتح العكس نايس. هلا هذا المخزن اللي تحت الارض تبعي شفتوه؟ يب انه المخزن. هلا هون دخلنا هيك. طبعا هون في عنا ارض نحن هي امين يمكن الي اي دونت نو او نسيت مو اي دونت نو. طيب خليها توقف هون.
بس هون بده طريق هلا، بس بده يجي بده طريقه. طب خلينا نصفه هون على الطريق. بس هيك حتى يلا عادي ما في مشكلة. والله هاي تبعت البطاطا، بس تعال نشوف تراكتورها وينه قبل ما اكمل. هذا كل شوي بيعصر يا الله. خلنا نلاقي له حل. هو التراكتور. هلا بنكمل على سياراتنا، بنروح نفرجيكم اياهم اللي اشتريناهم. تمام، هي طبعا الصينية تبعتي، طبعا رحت غيرت اللون، ظبطتها، سويت هيك توحد بالالوان. المهم خليها عم تشتغل. هاي هي السيارة. هاي السيارة ايش ميزتها يا سيدة يا كرام؟ الشيء الرهيب اللي عجبني فيها اول شيء، شو بدنا نجرب الخزان، شو بدنا افرجيكم اياه؟ افرجيكم اياه بالشوب ثواني شوي. انتم مبين عليكم انه صندوقها ضخم، اتوقع ذلك. خلينا نوقفها، افرجيكم اول شيء، افرجيكم اياه بالشوب. بنروح هون، اتوقع هون. ايه هذا هو، شوفوا حجمه بيسع 45,000، يعني تقريبا يعني هاي السيارة بيسع منها مرة ونص. تمام، هاي التريلا تمام، وحقها 25,000، هي حقها 10,000 بس، ولكن هي ايش مشكلة. طبعا شوف هي بتسع 48 اكثر منها، بس هي حقها 28,000 وتقريبا نفس الشيء بيشيلوه ونفس الكل شيء. المهم مو هون النقطة، النقطة الجيدة اللي لقيتها انه هي تنحط على ظهر التريلا. شوفوا شلون. هلا انا كمان نزلت مود لسيارات الشحن اللي هو هون، اللي هو هذا المود. هذا المود بيجي شاصي وبيجي بظهره له مثل بسمار بجر الصندوق هذا. تمام، فراح فرجيكم مثال على ذلك. شوف هلا انا مثلا هذا، شوف شلون. لا هيك، شوفوا شوفوا شلون. انا بس محتاجات بدي ابدلها او مثلا بدي اعبيها هي بشيء، شوفوا شلون افضيها هي هيك، انزلها. وطبعا هاي بنفس الوقت، شوف شلون لايك افصل. لا مو اللي لازم نفصل هاي. تمام، شوف شلون فصلتها. تمام، وبرد ارجع مثلا ارد اقرب شوي لقدام افصل هاي كمان، شفت شلون. وبرد بقربهم كمان برد اقرب شلون هاي، ارد اركبها هيك انزلها واوقفها. تمام، طبعا هو مو هون النقطة، النقطة الأساسية اللي هي هون، إنه اللي ما فهمتوها جوز علي، اللي وينها؟ في شغلات تانية لسه، في ناصات مو هدول لسه، في كمان وين هون؟ اتوقع هي هون. لا فيها مثل تريلة مازوت، فيها تريلة مثلا اذا احتاجت لنقل المواد الكيميائية لاي اشي فيها، بس وين؟ نسيت. شوفوا حتى فيها وحدة للحيوانات، وينها؟ ها هي، شوفوا هي وحدة للحيوانات خاصة، يعني خاص نص للحيوانات، يعني بدل ما اشتري يعني حق 15,000 وبتشيل مثلا 9 حصان، 9 حصان، هي بتشيل 15 حصان حمل واحد، يعني بتروح تجيبها وتجي خلاص حكايتك. وشي 6 بقرات، 6 حصن، ايه 14 خروف، 15 حصان، 6 بقرات، 12 خنزير. هون كم بقرة شي؟ 6، نفس الشي تقريبا، 12 خنزير، نفس الشي. بس هون الفكرة انه بتتنزل وتطلع ولا والله نفس الشي، بس ما بعرف شايفة نفس الشي، ما كتير فرقت. بس في وحدة كمان للمازوت، طولوا بالكم. هون الصهاريج اتوقع هون، لا مو هون الصهاريج، الصهاريج وين صارت؟ اتوقع هون بسلوري. شوفوا حتى في هذا، لا هذا ما بيركب معها، ما بصير. ها هاي 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 هاي، شوفوا حتى في هذا من تبع السلوري، خزان سلوري بقدر اعبي فيه وافضي منه، يعني عشان اذا مثلا مثل من هي مثلا استخدمناها مشان نعبي لها، فنقدر نورد بهي. تمام، لا والله كمان حتى لها تغطيه 12 متر، ممتاز. هات لها شوف، بترش مرش من وراها مسافة 12 متر، ايه ممتاز. يعني ممكن انه نستفيد منها لحالها، اكلها 34,000، يعني ما كتير. في وحدة تانية طولوا بالكم كمان، يعني هذا كله يتوب عشان اوحد نوع الراس وبنفس الوقت اوحد التريلا. تمام، يلا هون وينها؟ شوفوا، وطبعا بدهم هاي للتريلا، ها هي اللي انا ركبتها. تمام، وراح تلاقوا مودة تقريبا موجود تحت. تمام، خلينا نشيل هاي المود، راح تلاقوه موجود في شو اسمه ملف الاكسل تبعها. تمام، هذا المود التك الراس والمود الصناديق هذول. وشوفوا في شغله ثانيه، يعني تقدر انا وماشي هيك. لا 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 هات هات هات، تقدر هيك تشيله. بس في شيء انه انتبهت عليه، انه وقت تمشي،
شوفوا الراس بيرفع لقدام شوي. المهم خلينا نشوف كمان اتفرج على شوفوا حتى غرفة السيارة من جوا كتير حلوة. شوف شنو يعني سيارة نظامي وبتمشي يعني مو والله بطيئة مثلا واحد يقول بطيئة يا اخي ما تمشي هاي ومرايا معيارات نظامي. طبعا هلا ما رح نقدر نستكشف ايش ميزاتها كلياتها بس يعني هلا بكره بالبطاطا هاي بتريحني بتريحني بس ما بعرف اذا بتزبط البطاطا عجب لان حرفة كتير عالي. شوفوا اه في شيء هون تا 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 في هون شيء نسيت افرجيكم اياه. وقف 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 طول بالك هلا انا ما بعرف وين صرت. اه هون هي ما ضربنا بالسجره في شيء افرجيكم انت وين انتبهت عليه. طلع يمكن حدها شوي عالي نطول بالك في من هون بتنزل لما بينزل. والله هذا مشان مكان التفريغ منين يكون خلي كله على اليمين. الشيء كنت افرجيكم اياه شوفوا شوف هاي العلم راي من هون تمام. هلا انا شايفه من قدام تمام فهون بقدر مثل انه بتفرجيني كاميرا من ورا انه شنو عم بتفضل. طب والله فضينا ايش بيصير هي صارت تضرب في بعضها. المهم بنكمل طريقنا بنروح بنحط جنب سيارة الشحنة ذيك محل ما كانت هون موجودة بالكراج بنخلي هذا الكراج دائما موجود عندنا وبنفس الوقت عبي منه المازوت بيكون هو كراج الشحن ما ندخله لجوا لان هدول كثير ضخمين صعب يدخلوا لجوا. ركز هون هيك حتى فخامة. وعلى فكرة انا نسيت اخبركم عليها هو بقدر انه اسحب تريلا تاني وراها ها في بس انا ما ركبتها بس بقدر اسحب تريلا تاني وراها هيك كمان يعني هي مو وراها تريلا وحدة بقدر اجيب تريلا كمان. هو ده. طيب هلا في واحد خلص بنروح نشوف مين هو اللي خلص. والله هذا بدنا نروح نرش سماد طول بالك. اه هذا خلص واخيرا. طيب ضب لك خلينا ناخذك نحطك في مكان امن او طالعك من هالدور اللي انت فيها. طبعا هو الشيء هنيك نسيت محمل ايش اسمه. والله هون الارض يمكن بدها ليم مو اذا بدنا ليم بنروح بنجيب تراكتور. هلا هون بدها شوية سماد ما في وود وما بدها ليم. هون الأرض تمام بس الأرض يمكن اللي بدها ليم يمكن الأرض رقم 7 و8 و10 يمكن هدول بدهم ليم ماني متذكر بالضبط. طبعا يمكن هلا الأرض رقم 10 مالي زرعها أنا مو أنا زرعتها طول بالك خلينا نشوف رقم 10 إيش مزروعة. اه مزروعة يمكن قمح لا هون طالع شو ذرة اه زرعها ذرة تمام هون زرعها قمح تمام اه بلش ينزرع الاراضي نايس تمام ماشي حالهم تمام معناته حلو جميل. طبعا بس خلصنا نحن هون نبلش نتوسع ونفكر باشياء ثانية ونفكر بالمشروع تبعنا تبع شو اسمه الفجر تذكرتوه اكيد مو تبع الفش. هنا ناخذ هاي ونروح فيها على الارض او نتركها هون ايش رايكم نحطها بمكان لقينا هيك مكان امن نحطها فيه ولا ناخذها على الارض. طبعا بفكر اتركها هون بعدين ما بدي اضل رايح جاي طول الوقت بس هلا بدي ابدل الدركتور خلينا اروح او تعال نحطهم هون الارض هنيك مسكرة و والله ما بعرف اروح هلا اتركها خيي خيي نروح خيي نروح بتعرف وين بدي اروح شايفين في هنيك بيت احمر هلا بدنا ماكينة مشان الليم. طب اروح احطها بالارض بعد ما احطها بالارض في تراكتور تاني اجيبه اروح اشتري تريلة الليم وارجع ايش رايكم بالاقتراح هذا ذهب ما انا بعرف هيك بنكون ضربنا عصفورين بحجر اول. هاي وديناها على الارض وبنفس الوقت جبنا ماكينة تانية من الارض طبعا هاي مشان ما تخرب. اطلعوا
بالبلد طبعا، ولا بطيخ ما بينفع الطرف الثاني. شوفوا بالنسبة للكراجات جد في ما بات أحلى كراجات، هون كراجات بيض مكلف. طيب وين التراكتور هذا؟ هو حطيناه على الجبلين زي العمو. يلا طول بالك، مو زي مو زي طول بالك هو، بس هذا كبير ما بده له. والله هذا السرعة قصوى تبعته 43 43، فأنا أشوف هذاك شد سرعته قصوى. نشوف أين هو الأفضل، أين هو الأسرع، لأنه مثل هيك شغل ما بده تراكتور قوي. بعدين هداك التراكتور هاد افضل نفس الشيء، شكله من حتى نفس الماركة. نفس الشيء، هاد التراكتور افضل. ليش احكولكم ليش؟ لان انا مجهزه من قدام لشيء تاني. يعني هذا انا مجهزه بالاساس بيشتغل متعدد الاشياء، وهذا بالاساس لغير شيء. شوف حتى ما له تقالات مشان مثل هذاك انه يحسك وكذا والشغلات هاي. فلذلك خلينا نصفوه، هنا هو ده التراكتور، ونروح نشتري. والله في الطريق ده خارجي، تعا 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 بتشوفكم اياه اليوم هو من ورا. انا ضروري تنزلني، شوفوا لي هالطرقات معلم. لا لا هنطلع من برا احلى عشان نشوف الطرقات. ليش يا عبيهم من 41 كل شوي؟ شوفوا معلم، طبعا هاي المي اللي هون ميلي عشان ما تفكروها انه من ضمن املاكي. والله من ضمن املاكي هي يمكن. طبعا الفيديو صار طويل وانا كتبت التصوير اليوم. ينضل هيك ماشي بالطريق. والله في شغلات حلوه له، الماب فيها واقعيه جدا كثير. يعني هيك الأراضي الزراعية حقيقة يعني عجبتني الماب. أنا عجبني أكثر شيء بالماب، بتعرف شو؟ إنه فيها شيء تاني غير الزراعة. يعني أنا كنت أولي آكل هم إنه زراعة وأماكن بعيدة وشغلات، أما هلا يعني صار لما شفت إنه فيها صناعة وفيها شغلات تانية إنه ممكن نعملها، فقلت أوه بيرفكتو خلينا نكمل عليها. هلا بنوصل نشتري ماكينة السماد اللي بترش سماد، و ايش كمان بدنا؟ بدنا ماكينة السماد، وبدنا يا مرحوم المي نشتري. عم بفكر اشتري بيكاب مشان انقل فيها طبالي تبع الاغراض، بس بيكاب مو من هذا اللي بزمانه كنت اركب، وهذا الصغير جيمس تبع شو اسمه الزراعي. بدي اجيب مثل هيك هونداي او فان، عرفتوا شلون؟ طيب خلينا ناخذ هاي احطها بالكراج. ما بعرف حاسها هي هون موقعها مو ظابط، تحسها مرشودة يعني مثل متشردة حتى، وما حبيتها انا صراحة. يعني عم بفكر هو ابيعها، ايش رايكم نبيعها؟ طبعا ليه؟ بنروح نبيعها نجيبها بال شو اسمه بالمبيع. هيك حاسس انه تحس هيك شو بدي اقول لكم، هيك فرشتها كثير زيادة يعني. يعني كله على بعضها كمان 6 متر، مثل هذيك الحصادة الصغيرة او هذاك المحرز دايما حاطينه حتى التراكتور. نفس الشيء ماكو فرق كبير. ليه محب بيعها؟ بيعها خلاص ما حبيت بيعها، وبعدين شو مش بدنا نساوي. ابو والله صار عندي شغلات كتير لو بدي اشيلها من هون. طب هين نروح؟ اول شي ننزل نبيعها. طبعا شلون آلية البيع بتصير هيك؟ شوف لوك ودف، بتصوا عليهم فهمتي هون، تنزل تيجي لعنده تفتح له الكراج، تقول له فرجيني ايش في عندك، تقول له سيل باي باي. تمام تمام. هلا بدنا نروح نشتري تبعية السماد اللي هي هي، مو السماد عفوا،
الكلس الكلس عفوا الكلس تمام. هاي هي طبعا في عنا اتنين مثل ما تعرفوا دايما، في عنا هاي وفي عنا هاي، فنحن رح ناخذ الكبيرة طبعا وبعدين بنعلي الجنب تبعها عشان تسع اكتر، وبعدين من هون بنغير الدويلي. ما بعرف شو الفرق بيناتهم بس رح ندفع 2000 عادي. في عنا هون مرش بشين يزود مساحة البخ، بنقول له تمام معلم اشترينا تمام. هلا طبعا بدنا نشتري كيلز قبل ما نمشي. كم هل اشترينا؟ ستة. كويس، يعني ستة باتنين 12000. جميل. طبعا بنقلها عبي وبكون هون وصلنا لنهاية الفيديو. بفيديو جاي ان شاء الله بنكمل ناخذ السيارات كلياتها، نبلش بنشتغل بالزراعة اكثر، نبلش نشوف شغلات تانية نعملها اكثر وبس. وصلنا هون لنهاية الفيديو، شكرا لكم وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.